السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة المشهد لهذا اليوم. حلقة سنخصصها لمتابعة الأوضاع في تونس يومين قبل الاستفتاء على الدستور. إذن في تونس انطلاق عملية الاستفتاء على الدستور، دستور قيس سعيد بالنسبة للتونسيين في خارج البلاد، وكذلك في نقرأ أو نتابع ردود الأفعال داخل تونس وخارج تونس مع هذه البيانات. 41 جمعية حقوقية مثلا تؤسس ائتلاف الرافضة للاستفتاء على الدستور، وسعيد يتوعد من يريد إفشال الاستفتاء. سعيد يتوعد كل هؤلاء، يعني تقريبا كل خصوم قيس سعيد. إذن مع بعض نحاول أن نستعرض أهم المحطات التي عرفها تونس منذ 25 من يوليو، أيام قليلة. إذا تفصل تونس على الاستفتاء على الدستور الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في موعد سابق في 30 من يونيو الماضي، وكان هذا الإعلان أو إصدار هذه الوثيقة التي هي الدستور سيستفتى عليها الشعب التونسي غدا، هي أتت بعد مخاض كبير جدا وسبقتها محطات مهمة. نستعرض مع بعض أهم هذه المحطات. منذ 25 من يوليو تموز الماضي، في 25 من يوليو تموز الماضي سعيد يعلن تجميد اختصاصات البرلمان ويقيل الحكومة برئاسة هشام المشيشي. في 24 من أغسطس 2021 سعيد يعلن تمديد تعليق نشاط البرلمان بعد أن أغلقه وحاصر البرلمان. في 22 من سبتمبر 2021 سعيد يصدر المرسوم 117 الذي بنى عليه كل ما أتى بعد ذلك، منها وثيقة الدستور والقرارات الحكومية. هذا المرسوم 117 الذي يتضمن إجراءات وقرارات جديدة عبر إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم. في 29 من سبتمبر 2021 سعيد يكلف نجلاء بودن وهي أستاذة جامعية بتشكيل حكومة، وبعد ذلك في 5 من فبراير 2022 سعيد يعلن حل المجلس الأعلى للقضاء ويتهم أعضاء داخل المجلس بالفساد، وأعطى لنفسه صلاحيات حل المجلس وأيضا تعيين القضاة. في 30 من مارس أذار 2022 سعيد يعلن حل البرلمان. أتى هذا الحل البرلمان بعد أن عقد البرلمان جلسة عبر الفيديو وألغى في هذه الجلسة كل قرارات قيس سعيد، فأتت النتيجة مساء بحل البرلمان. في 10 من مايو 2022 سعيد يعلن التركيبة الجديدة لهيئة الانتخابات، وهذه الهيئة هي التي تشرف على الانتخابات الآن، وهي برئاسة فاروق بوعسكر وعضو 6 أعضاء آخرين، شخصيات أخرى طابع حقوقي وتقني وخلافه. وفي 20 من مايو 2022 سعيد يصدر مرسوما رئاسيا بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل الجمهورية الجديدة، وهي هيئة أسندت لها مهمة كتابة الدستور برئاسة أستاذ القانون الصادق بالعيد، وتضم لجنتين، لجنة استشارية أولى اقتصادية اجتماعية ولجنة استشارية ثانية قانونية. في 1 من يونيو 2022 قيس سعيد يعزل 57 قاضيا من مهامهم، طبعا هو منح لنفسه هذه الصلاحيات في المرسوم 117، واتهم هؤلاء بالفساد والتستر على قضايا الإرهاب والولاء لحركة النهضة وارتباطهم بعلاقة ولاء أيضا للقيادة في حركة النهضة نور الدين بحيري الذي كان وزيرا للعدل. في 30 من يونيو كما أشرنا سعيد ينشر في الجريدة الرسمية تسمى في تونس الرائد الرسمي مشروع الدستور الجديد الذي لا يمت بأي صلة للمشروع الذي اشتغلت عليه الهيئة الاستشارية برئاسة القانوني رجل القانون وأستاذ القانون صادق بالعيد الذي تبرأ من هذا الدستور واعتبر النسخة التي أصدرها قيس سعيد لا تمت بأي صلة للوثيقة التي قدموها للرئيس التونسي قيس سعيد. على كل، في متابعة للساعات الأخيرة قبل الاستفتاء في تونس معنا عبر سكايب الأستاذ لمين البوعزيزي الكاتب والناشط السياسي والباحث. أستاذ لمين أهلا بك.
مرحبا بك، مرحبا بك أخي محمد، تحية ليك ولكل السادة مشاهدي قناتك. أستاذ لمين، يعني يومين قبل الاستفتاء، كيف هي أجواء ومناخات تونس التي تنتظر، يعني دعنا نقول يا انعطافة مهمة وتاريخية، أم هو كما يقال في تونس وفي السردية التونسية فاصل ويمر؟ يعني نعم أستاذ، هو يعني لو نبدأ بالوصف كما قلتم، يعني أولا يعني ذكرتم معناها مسيرة الانقلاب. ساعة قلنا منذ الساعات الأولى أن الأمر لا يتعلق بتجميد مجلس النواب وكون يعني فرض حالة الاستثناء لا يمكن غلقها، وما يعني استعرضتموه أكد ذلك. على مدار عام الانقلاب كان كل يوم ينقض على يعني مؤسسة، كل يوم ينقض على يعني كل معالم الدولة المدنية أو الجمهورية في تونس، ونحن اليوم تقريبا في ظل إمارة دسترها بنموذج إيراني، يعني دولة الولي الفقيه، الرئيس في الدستور الجديد يعني تقريبا يحتكر تدبير الدنيا وتدبير الدين. حملاته الانتخابية موجودة، وبإمكانك من العودة إلى صفحات يعني أشهر منتدى في تونس وهو الفيسبوك، سترون الحملة الانتخابية في قلب المساجد في خطبها وعلى أبوابها. هذا يعني من جانب. الجانب الثاني كما قلتم يعني هو وضع صيف، يعني في تونس ما العادة الصيف يعني تقريب معناها فترة ضمور النشاط معناها يعني السياسي، وبالتالي اليوم إذا كان ثمة من يهتم بهذا الأمر فهم الملتزمون سياسيا يعني، وليس عموم الناس. عموم الناس الجانب هو صيف، الجانب الثاني اكتوائهم بال يعني الخراب الاقتصادي الذي تفاقم عشرات المرات عما كان عليه، يعني جعلهم في يعني وانت تتجول استاذ، وانت اذا ما ابتعدت عن قناه 7، هذه قناه 7 نوفمبر التي تواصلت واليوم اصبحت قناه 25 جويليا، يعني تقريبا لا اثر لمعنى حمله انتخاب، ثمه تجاهل، ثمه نفور، ثمه يعني تقريب سلبيه معناها مطلقه في صفوف الناس. تبقى النخبة السياسية وهي النخبة الناشطة، يعني النخبة الناشطة تقريبا كما يعني استعرضتم أستاذ، الأغلبية المطلقة من يمارسون السياسة، من يتدخلون في الشأن العام في تونس، يدعون إلى المقاطعة على اعتبار ما يجري مهزلة وما يجري لا علاقة له. كل دساتير العالم تحتاج إلى جمعية تأسيسية. قيس سعيد هو الأمير في ذو السلطة التنفيذية وفي ذو السلطة التشريعية وفي ذو السلطة القضائية وفي ذو السلطة الرقابية، وزاد أن يفيدوا المبادرة التأسيسية. يعني في هذا الأمر 99% من النخب السياسية في تونس أكانت تنشط في السياسة أم تنشط في المجتمع المدني تدعو إلى مقاطعة هذه المهزلة، باستثناء عبادة البوط، وهم يعني بعض الأقليات أو الأحزاب التي لا تعيش إلا متذيلة إلى الانقلابات، يحاولون أن يعني يشعرون العالم ان ثمة قوى يعني سياسيه مع الانقلابي. الانقلابي يتقدم الى هذا الاستفتاء وسط عزله يعني من المشهد السياسي والجمعيات الحي والحيوي، ووسط هزيمه اخلاقيه يعني شامله، على اعتبار انه تقريبا كل ما فعله تناقض مع القسم على القرآن أنه سيتطور يعني إلى الدستور. انقلاب 25 جويلية لم يكن له علاقة ولا إدانة إلى الدستور الذي بفضله أصبح قيس سعيد معناها رئيسا، لكن تنكر يعني تنكر للقسم أمام مجلس النواب وتنكر إلى الانقلاب نفسه. بيان الانقلاب في 25 لم يكن يتحدث عن الدستور أبدا، كان يتحدث عن تجميد مرحلي الى يعني البرلمان. اليوم جمد الجمهوريه وجمد المؤسسات وجمد كل شيء، ونحن في دوله الولي الفقيه. طيب في هذا المناخ وهذا الجو، واشرت الى 25 جويليه وموسم الصيف، يعني اختيار هذا التاريخ للاستفتاء يعني ليس اعتباطيا، او هو يعني ربطه بذكرى عيد الجمهوريه؟ لا، ايضا هو مرتبط ب المرجعية الثقافية الاجتماعية للتونسي في هذه المواسم. أي نعم أخي، هو ربطه بذكرى الانقلاب، يعني بذكرى التخلي عن الجمهورية، بذكرى الإطاحة يعني معناها
يعني بالجمهورية. 25 جويلية لم تطح في برلمان، 25 جويلية أطاحت بالجمهورية، أطاحت بتقاليد التمدن السياسي في تونس. يعني كما قلت لك هو 25 ما هو معناها تقريبا هي ذكرى إعلان الجمهورية. قيس سعيد حول ذكرى إعلان الجمهورية إلى ذكرى قبر الجمهورية، وفي الاستفتاء اليوم يريد أن يدثر قبر الجمهورية واستيراد نموذج دولة الولي الفقيه، وبالتالي الذكرى هي ذكرى إلغاء الجمهورية والعودة إلى زمن البيات. والحال أنه عندما تحدث عن التراث الدستوري في تونس تجاهل دستور 59 وتجاهل دستور الثورة 2014 وتحدث عن يعني دساتير ومراسيم فرضتها قوى الهيمنة في القرن 19 وأطاح بها الشعب. يعني دستور 1861 المسمى الدستور المهجور، هو عاد إلى المهجور ويعني انقضى وأطاح بما اختاره الناس وما ينطبق عليه بعبارة القانون الدستوري العقد الاجتماعي. دستور 2014 كان العقد باعتباره عبر عن تونس المتعددة، أطاح بكل ذلك وعاد بنا إلى زمن الإمارة. طيب أستاذ لمين، قلت بأن الرئيس يذهب للاستفتاء معزولا، ولكن أيضا كل المجتمع السياسي في تونس، كل من يهتم بالشأن العام أيضا معزول، وكأن تونس ومصير تونس تقريبا يعني في المحطات القليلة في تاريخ الحديث تركت لأمرها، تركت لحالها. صحيح هناك تضامن دولي كبير على مستوى المنظمات غير حكومية وعلى المستوى البرلماني مع ما يتعرض له المعارض السياسي في تونس، ولكن عمليا دون ظهير هذا المعارض لقيس سعيد، يعني الجميع في عزلة. في أي سياقات ممكن أن ننتظر مفاعيل لهذه الحالة؟ إن كنت فهمت سؤالكم أستاذ بشكل يعني جيد باهي، نعم يعني هو كما قلت يذهب في ظل عزلة عن المشهد السياسي، يعني إن كان له أنصار فهو ينشط في مناخ الرعاية، يعني في مناخ رعية يعني طالبه أن يكون الحاكم بأمره. سيمر ربما يعني نحن الآن سنمر من مرحلة الانقلاب المستند إلى أن الرئيس منتخب، يعني لكن اليوم سنمر إلى 7 نوفمبر جديدة إلى نظام. طيب بعد ذلك أستاذ لمين، بعد ذلك النقطة هي يعني قيس سعيد معزول، أيضا النخبة السياسية المعارضة لقيس سعيد معزولة، يعني إذا استثنينا بعض البيانات المساندة لها على المستوى الدولي فهي أيضا معزولة دون ظهير أمام هذه العزلة للرئيس وعزلة للنخبة، ماذا ننتظر؟ أخي محمد، الثورات بمعنى الثورات الشعبية أن تجد مئات الآلاف في الشوارع تقع مرة في القرن، وأنت سيد العارفين بهذا معناها، لكن اللي موجود اليوم أنت عندك شارع سياسي، الشارع السياسي الملتزم المنخرطون في الشأن العام، عندك على الأقل 3 جبهات، عندك يعني جبهة الخلاص الوطني التي ورثت يعني ما ركمته مواطنون ضد الانقلاب، ورأيتم الآلاف في الشوارع متمسكون بالدستور ومتمسكون بالديمقراطية. ثم جبهة يعني خماسية أخرى وإن كانت أقل ضخم جماهيري لكن تضم أحزاب، على الأقل فيها أحزاب مناضلة منذ عقود طويلة. عندك أيضا ظاهرة عبير موسى أو قل أنت المنظومة القديمة أيضا خرجت في الشارع ورأينا معها آلاف. يعني كل النشطاء السياسيين في تونس هم في الساحة، هم في الميدان ولهم شوارعهم. أما أن تحدثني أنه تسخرج الآلاف، قيس سعيد الذي انقلب وقال معي الآلاف على مدار 10 أشهر سفهنا هذه الكذبة ولم نرى تلك الآلاف. الآلاف بالمعنى الشعب العفوي تحدث مرة في القرن. يعني طيب أنا سأعود يعني على المستوى الشعبي، أنا أتفهم بأن وكنت معنا في عديد المرات وتحدثنا عن الشارع الاجتماعي والشارع السياسي، الشارع الاجتماعي لا زال ممكن لم ينضج من أجل أن تكون له ردود أفعال. تبقى معنا أستاذ لمين لنذهب لوسائل التواصل الاجتماعي، كان هناك تفاعل كبير جدا أستاذ لمين وأستاذ المشاهدين على وسائل التواصل الاجتماعي لما يحصل الآن في تونس. نبدأ مع إقبال جميلي تقول قاطع الاستفتاء ولا تكن شريكا في الجريمة التي ترتكب في حق الثورة التونسية ودماء شهدائنا الأبرار. تتحدث عن شهداء الثورة وشهداء تونس، لا ننسى أبدا أن الديمقراطية هي التي جعلت تونس الشمعة المضيئة في هذا العالم العربي المظلم. الباحث عباس شريفة
محكمة راشد الغنوش أو محاكمة راشد الغنوش رئيس حركة النهضة التونسية في هذا التوقيت وقبل الاستفتاء على الدستور قيس سعيد بأسبوع ومحاولة اعتقال المنصف المرزوق يعني لا مدة يعني الحكم عليه قبلها دليل على ارتباك الانقلاب ومحاولة تغييب رموز الثورة التونسية وترك الشارع التونسي دون قيادة قادرة على الحشد في وجه الانقلاب. ياسين عز الدين يقول ينظم قيس سعيد الاستفتاء على دستوره يوم الاثنين القادم والقوى السياسية التونسية تدعو لمقاطعة الاستفتاء كما قال ضيفنا الأستاذ الأمين بوعزيزي. مقاطعة التصويت يجب أن تكون البداية وليست نهاية المطاف. المقاطعة ثم السماح لقيس سعيد بفرض الدستور والاكتفاء بالمعارضة اللفظية يعني فعليا الاستسلام لما يريد. والفيلسوف التونسي أبو يعرب المرزوقي الذي حكم مؤخرا أو الذي دعي وقف من قضاء من أجل تدوينه على صفحات التواصل الاجتماعي أبو يعرب المرزوقي يقول يبشركم المنقلب بما ينتظر تونس، المستقبل سيكون ما حصل لسوريا ولبنان كما توقعت من البداية إذا وصلت نخب تونس السياسية نفس الصراعات البيزنطية حول العشرية. النظام الجزائري ما زال خائفا من الثورة ويتوقع فشل الاستفتاء، هنا في ربط مع الواقع الإقليمي. والإعلامي التونسي الأستاذ محمد كريشان يقول القوة الحقيقية وراء قيس سعيد هي القوة الصلبة للدولة من مؤسسة عسكرية ومؤسسة أمنية مع معادلة إقليمية غير مرتاحة للاستثناء التونسي ونفاق دولي معجب بالديمقراطية لكنه لا يفعل شيئا لنجدتها. هؤلاء هم جماعة نعم الفعليون في الاستفتاء، أما البقية فمجرد تفاصيل على الهامش. تدوينة مهمة جدا الأستاذ محمد كريشان وأيضا ما أشار إليه الفيلسوف أبو يعرب المرزوق. يعود مع ضيفنا الأستاذ الأمين البوعزيزي، تعليقك على هذه التدوينات الفيلسوف أبو يعرب المرزوق الذي وجد نفسه أمام القضاء من أجل فكرة يعني. أستاذ محمد يعني ما استعرضتموه يؤكد أنه لأنه أخي أنا دائما عندما نتحدث عن شعب يعني في الشأن السياسي نتحدث عن نخبه المنقرضة، يعني كما لاحظتم استعرضتم الجمعيات بالعشرات، استعرضتم الأحزاب يعني ما تقريبا الأغلبية المطلقة، الآن تستعرضون كبار الإعلاميين وكبار المفكرين، وبالتالي هذا ما اعتبرته يعني العزلة. أنا ممكن أستاذ محمد أخي لو نقلب الصورة أطالبكم أستاذ، أعطيني اسم في تونس عنده وجاهة في يعني عنده احترام في نفوس التونسيين يقف مع الانقلاب، لم تجد. المؤلم ان اشد انصاره اليوم هم اشد خصومه يعني فيما مضى قبل ان يكون رئيسا، وقالوا عنه يعني داعشي، قالوا عنه اخوانجي، وسبوه حتى في المساله الصحيه ورذلوه بشكل كبير. اثنين هم رموز الافساد، رموز ترويع التونسيين، الخائفون من الشعب التونسي هم الواقفون مع قيس سعيد، لا يوجد شعب مع قيس سعيد، انصار قيس سعيد هم الخائفون من اراده الشعب التونسي، من تحويل الشعب التونسي من شعب صامت الى شعب يتكلم. اشد انصار اشد معارضي قيس سعيد يعني اليوم هم الذين رجحوا كفته في الانتخابات الاخيره بعدما كان حوالي 600 ألف حولوها له إلى ما يقارب 3 ملايين، هؤلاء هم الذين يعارضونه اليوم، يعني المشهد الحزب الذي رفض مرشح الفساد هم الذين رشحوا كفة يعني قيس سعيد، من قال عنهم قيس سعيد مخمورين وعملاء وخونة هم الذين جعلوا منه رئيس إلى هذا البلد. هذا قيس سعيد مارس التقية مع يعني مع هؤلاء مارس ممارسات لا أخلاقية وانقلب على ناخبيه، لم ينقلب على أنصاره اليوم هم أعداء الانتخابات وأعداء الديمقراطية وأعداء الشعب التونسي. قيس سعيد ليس معه الشعب، قيس سعيد معه من يخافون من الشعب التونسي. طيب أبو يعرب مرزوقي أشار إلى النظام الجزائري وكأنه يشير إلى تخوف الجزائر، يعني كثر الحديث المدة الأخيرة حول التدخل الإقليمي في الشأن التونسي، الحديث عن مصر، عن الإمارات، السعودية، فرنسا، الولايات المتحدة، الجزائر، الكل وإسرائيل أيضا، يعني ولكن الوقائع تقول لا، لا زالت هناك مساحات للفعل التونسي التونسي. صدقت أخي محمد، يعني إذا كانت الثورة التونسية كثرت تنظيرات عندها عقود حتى لا أقول لك عندها
يعني قرن اسمها الاستثناء العربي والاستثناء الاسلامي من الديمقراطيه. يقول لك العرب بيثوروا على الهويه، يثوروا على المساله الوطنيه، ولكن لا يثورون على الحكام ولا يثورون على الاستبداد. كانت الثوره التونسيه وامتداداتها العربيه تكذيب الى يعني هذه التنظيرات. الور تداعى عليها كل الخائفين من تحويل الشعب العربي من رعايا خائفين الى مواطنين مقاومين. وبالتالي سر الهجمة على الثورة التونسية هو تقريب كما تمت الهجمة على الثورة البولشفية، يعني تذكرون ذلك، وقبلها الثورة الفرنسية تداعت الممالك الخائفة على منزلتها في يعني من هذا الحديث الجديد. يعني هؤلاء الناس الذين عاشوا محفورين على مدار قرون طويلة باش يصبحوا عندهم أدوار في السياسة. الثورة التونسية مهزومة فعليا لكن منتصرة في التاريخ أخي محمد. قيس سعيد اليوم مجرد فاصل، يعني النظام القديم يعود عبر حصان طروادة اسمه قيس سعيد، لكن الثورة التونسية منتصرة. يعني لو يعود ويرجع ولو يقتلوا كل الناس هذوما ما عادش ينجم يكسر إرادة الناس الرافضين إلى الخوف. اليوم أنا أتصل معك بهذا الهاتف الصغير، يعني إذا كان يسكر كل شيء التوانسة اليوم يتكلموا، كل واحد عنده قناته الخاصة، عنده جريدته الخاصة، يعني عنده صفحة يعبر فيها عما يريد. الانقلاب عناد إلى منطقة، يعني عناد وتنكر إلى مسار التاريخ. الثورة الفرنسية أخي محمد هزمت وعاد النظام الملكي وعاد الامبراطور، لكن الثورة الفرنسية يعني انتصر. أنا أرى أن الثورة التونسية بالقوة منتصرة، بالفعل ما زالت ثورة يتيمة وثورة يعني محاصرة. هل تعتقد أستاذ محمد، هل تعتقد أنه اليوم تحويل تونس إلى إمارة واستيراد النموذج النموذج الملالي سيصمت عنه التونسيون؟ أبدا. عام 2010 كانت سنة الحوار مع الشباب، يعني ابن علي عبث كما حب، اللي راهن عليهم هم اللي قالوا دجاج. وبالتالي اليوم أنه إذا كان نعم تم أن أقولها، النظام الجزائري متوجس من الديمقراطية ويريد نظام رئاسي، نعم هذا صحيح. يعني كما قلت السيسي وأعراب القطران، نعم البصمة واضحة، المحاكمات، وهو انقلاب، نعم انقلاب مخابراتي بشكل كبير، فقط أنه في تونس لم يكن فجا، لم نرى يعني لم نرى ربع. يعني ككل انقلابات تونس هي انقلابات تختفي وراء مدنيين، لكن أنا أقول لك أمر وحيد أخي. يعني سيمرر دستوره، سيمرره. طيب عليك أقول لك يعني هذا الكلام، حتى لو حصل 500,000 هو سيقول أنا منتصر، لكن ماذا سيقدم إلى التونسيين؟ ما زالت آخر كذبة اسمها أني عندما أقضي عن كل هؤلاء ويعني أعمل الدستور الجديد يتعامل معه كأنه رقية، كأنه رماد، معناها كأنه عملية تحرية. مرر دستورك وحل مشاكل التونسيين وسيأتي اليوم الذي نشفق عليك من غضب التونسيين. طيب قبل أختم معك في نفس السياق تقريبا، القضاء ما زال يقاوم ويريد أن يصمد، وأنا أنقل لك يعني ردود الأفعال بعد تقريبا 3 أسابيع من الحراك في المستوى المدني والدولي أيضا فيما في علاقة بالقضاء. القضاء التونسي لا زال يقاوم ويصمد ويحاول أن يحافظ على استقلاليته. الإعلام أيضا في تونس، الكثير من الأصوات الحرة والأقلام الحرة تقاوم وتصمد. المجتمع المدني 41 جمعية وأكثر، يعني شريحة واسعة من النقابيين وتيارات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، فنانين إلى آخره. يعني هناك فعلا نواة صلبة، بعيدا عن القوى الصلبة للدولة، هناك نواة صلبة اجتماعية ثقافية لها تمظهرات مختلفة تقاوم وتصمد. هل هؤلاء إلى حد الآن لم يصلوا إلى نقاط تقاطع لنكرر ما أو ليتكرر المشهد في تونس كما كان يوم 14 يناير في شارع الحبيب بورقيبة، الجميع دون استثناء؟ هل بدأت تنضج الحالة في تونس أستاذ لامين مع الشارع السياسي، الشارع المدني، الثقافي، لنجد حالة أخرى مختلفة ممكن تصنع مشهد آخر في تونس وتلتقي مع ما تقول إليه بأن الثورة منتصرة بالقوة؟ أنا أستاذي محمد دائما أفرق بين نوعين من الاستبداد. أستاذي، استبداد بن علي هو الاستبداد العاري. الاستبداد العاري كما الصهيونية، يعني سهل أنك تعبأ الناس ضده. الشعبوية كما الصفوية الفارسية التي يعني تسربت إلى أمتنا يعني وخربتها. اليوم عندنا حالة من الشعبوية، قدرة الشعبوية هو التضليل،
زائد ما كنتم تتحدثون عنه استاذ من الانفلاق والصدع والشرخ الكبير في صفوف النخب التونسيه. انا اقول امر وحيد اخي، حساكم القرد قالوا لا يعني يعطيك سقطه، قال لهم الانسان عندما يسخر يتحول يعني الى قرد. لا 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 تقول التونسيين اليوم، انا اقول امر وحيد، ليمر هذا الدستور ولياخذ مساحته، ليأخذ يعني وسينكشف، ولن تجد النخبة السياسية، ستجد الشارع هذا الذي تم تضليله من يحسم المعركة. نحن قمنا بالواجب وأكثر من الواجب، واليوم واضح أستاذ الشعب التونسي نخبه فنانيه مثقفيه الكل ضده. ألور إيش هو؟ هو انقلاب مسلح بشع يفرض نفسه. تواجه الشعب التونسي في قادم الايام، تفضل عدي دستورك وسنشفق عليك من غضب يعني التونسيين. اما امام العالم نقول لا احد محترم في تونس مع هذا الانقلاب سوى السلاح، ليتفضل يحل مشكلاته القادمه مع التونسيين. سيحاكمون كما حكموا في تركيا وفي كل مكان وبعسر ظاهري. الثوره التونسيه محتاجه الى هذا الابتلاء يعني من جديد، محتاجه الى مزيد المآسي ليستفيق الناس، وسيكون الحسم جذري وربما يكون دموي. أشكرك أستاذ لمين البوعزيزي، الباحث والكاتب والناشط السياسي، كنت معنا عبر سكايب من تونس. شكرا لك أستاذ لمين. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال رسم المشهد. عدنا مشاهدينا الكرام لنستكمل متابعة التطورات تشهدها الساحة السياسية في تونس. يومين قبل الاستفتاء، 41 جمعية حقوقية تؤسس ائتلاف الرافضة للاستفتاء على الدستور في تونس وغيرها من الفعاليات في تونس ضد الاستفتاء. نرحب بضيفنا في الاستوديو استاذ زياد ابو مخلى الكاتب والمحلل السياسي. اهلا بك استاذ زياد. قبل ان نذهب مع تفاصيل المشهد التونسي المركب والمعقد جدا، نتابع بعض هذا العرض ثم نعود للنقاش. مجدد الترحيب بضيفنا في الاستوديو استاذ زياد ومغلى الكاتب والمحلل السياسي. اهلا بك من جديد استاذ زياد. اذا كما شاهدنا مواقف مختلفه ولكن تقريبا كلها مختلفه من مشاربها، ولكن تلتقي في رفضها للاستفتاء بين المقاطعه والتصويت بلا، اضافه الى ما اشار اليه ضيفنا في الجزء الاول استاذ لامين البوعزيزي، عزله الرئيس. في مثل هذه المناخات هل يمكن الحديث عن استفتاء على الاقل تتوفر فيه شروط الشفافية والنزاهة والحرية؟ قطعا لا، يعني كل شروط النزاهة والشفافية في هذا الاستفتاء منعدمة تماما، بداية بمسار الانقلاب الذي بدأ يوم 25 يوليو قبل تقريبا سنة من الآن، وإجراءات التعسفية والسطو على السلطات المختلفة، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية بكل مكوناتها، السلطة القضائية. لا يجب أن ننسى أنه مازالت هناك حرب مفتوحة مع القضاء، يعني صحيح. بدأت منذ أكثر من شهرين، وهناك قضاة مضربين عن الطعام لفترة طويلة إلى حد اليوم،
هناك من منهم مهدد أصلا في حياته، وبالتالي نحن نتحدث عن أجواء كلها مشحونة في تونس على المستوى السياسي، حملة مقاطعة كبيرة جدا تقودها تيارات سياسية مختلفة من عائلات سياسية مختلفة يعني في علاقة بهذا الاستفتاء، وبالتالي كل شروط توفر استفتاء ديمقراطي وحقيقي وشفاف غير منعدمة تماما، باعتبار أنه أصلا هذا المسار بني على انقلاب، وكل ما ترتب عليه هو الحقيقة يدخل ضمن هذه الخانة. يعني فينا ممكن أن نقول بشكل مباشر أنه قيس سعيد يذهب منفردا في هذا المسار بشكل انفرادي، يريد أن يكرس وضع معين، وضع سياسي معين، يريد أن ينتهي بالبلاد إلى نظام رئاسوي يسيطر فيه على كل السلطات، وهو هنا مدعوم يعني بجملة من الأطراف الداخلية والخارجية. أنا كنت سأسألك في هذا السؤال، دائما نسأل من يدعم قيس سعيد كيف إلى حد الآن رغم الظرف الاقتصادي الخانق، رغم الأزمة العالمية أثرت بشكل مباشر على تونس؟ مسؤول في وزارة السياحة يقول تونس بلا موسم سياحي، ونعرف ماذا يعني السياحة بالنسبة لتونس، أحد المصادر تمويل هامة جدا للخزينة العامة. كيف يصمد، كيف صامد إلى حد الآن قيس سعيد؟ من يدعم قيس سعيد؟ يعني بكل بساطة من يدعم قيس سعيد هي الدولة العميقة، هي المؤسسات الدولة المختلفة. يعني قيس سعيد يحظى بدعم الإدارة التونسية، يحظى بدعم المؤسسات الصلبة العسكرية والأمنية. اليوم هناك عودة كاملة للممارسات الأمنية السابقة، هناك اتصال بالمعارضين وتتبعهم وتعاقب تحركاتهم والتضييق عليهم، هناك حالة من يعني محاولة التخويف، العودة إلى الفلكلور السياسي من خلال حملة الاستفتاء التي يرافقها يعني التهليل والتزمير والتطبيل وكل هذه الأشكال التي خلنا أنه تركناها خلفنا بثورة الحرية والكرامة، اليوم عادت تماما وبنفس الأشكال في تونس، وبالتالي قيس سعيد مدعوم من هذه الجهات. حتى للأسف موقف الاتحاد العام التونسي للشغل كأحد الأطراف أهم الأطراف التي بنيت عليها يعني المرحلة السابقة، موقفه جاء يعني مخاتلا عندما أعلن أنه يترك الحرية للنقابيين كي يمارسوا يعني مواقفهم الحرة في علاقة بهذا الاستفتاء، وبالتالي أنت تتحدث أن هناك حالة من الدعم يتلقاها قيس سعيد إما بشكل مباشر أو غير مباشر. هناك كذلك أطراف خارجية، اليوم حتى الأطراف الدولية التي تدعي خوفا على الديمقراطية التونسية في الحقيقة تمارس المخاتلة، هي تدعم النفاق الدولي تحدث عليه. نعم هي تدعم بشكل غير مباشر هذا 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 النظام. اليوم انطلاق المفاوضات مع بداية حملة الاستفتاء وبعثة الصندوق النقد الدولي التي اعتبرت أن المفاوضات كانت جيدة مع الحكومة التونسية، وبعض القروض التي تلقتها تونس من الاتحاد الأوروبي ومن غيرها. طبعا احنا نتمنى أن يتوفر الدعم لدولتنا في كل وقت وفي كل حين، نحن لسنا يعني منزعجين من أي دعم يأتي لتونس، ولكن واضح أنه دعم يعني موجه، دعم يأتي لدعم هذا الانقلاب وهذا النظام. واضح أنه الأطراف الدولية كذلك وجزء من المنظومات الإقليمية تريد عودة تونس إلى النظام الرئاسي، وتريد كذلك بلغة أخرى غلق قوس الثورة. يبدو هناك قرار لغلق هذا القوس. طبعا واضح أنه تونس بدأت وتونس يغلق بها هذا، يراد أن يغلق بها هذا القوس، يراد أن يقال أنه كل ما أردتموه من ديمقراطية ومن استقلال القرار الوطني اليوم تم العودة عنه، وتم تهيئة الأجواء. تعرف أنت القضية لا تتعلق فقط بتونس، يعني بدأ هذا مبكرا في مصر ثم استمر في سوريا وفي اليمن وفي غيره من الدول، في ليبيا، وتونس جاءت في مؤخرة هذا باعتبار أن تونس مكونات ممكن يعني استهدافها كانت أقل من غيرها، ولكن اليوم للأسف جاء هذا القرار الدولي بإغلاق قوس الثورة في تونس وبإعادتها إلى المربعات الطبيعية ومن أجل التحكم فيها في المرحلة القادمة. اليوم نتحدث عن مؤشرات خطيرة استبداد يعني. طبعا وهو الاستبداد وهي مربعات مخالفة للطبيعة وليس طبيعية. نعم. طيب في حديثنا عن الحراك الآن في تونس تقريبا أيضا، وكنت ضيف معنا في أحد الحلقات وأشرنا هذه النقطة بأن الخيار الآن تونسي تونسي مع كل هذه الأزمات وتجعل الساحة رخوة، ولأي قوة صلبة إن كانت القوى الصلبة للدولة أو القوى الصلبة في المجتمع قادرة أن تفرض أجندتها الخاصة. يعني هذا ممكن بالنسبة لتونسي. هنا يطرح سؤال، لماذا إلى حد الآن النخبة في تونس السياسية الشارع السياسي لم يتحد؟ يعني لو شاهدنا في شارع السياسي شخصية مثل نجيب الشابي، حمّل همامي، وراشد الغنوشي مثلا صف واحد ضد الانقلاب، أنا يعني العديد يرى بأن الانقلاب لا يستطيع أن يصمد حتى ساعات. للأسف اليوم أحد نتائج
خلينا أقول الفترة السابقة، أن الكتلة التاريخية الديمقراطية الوطنية التي اجتمعت في يوم من الأيام في 18 أكتوبر في نظام بن علي، اليوم تفككت ما بعد الثورة، وشقتها في السنوات الأخيرة الكثير من الخلافات حول السلطة، حول الحكم، حول تصور طبيعة المجتمع وطبيعة المرحلة، الأوضاع الإقليمية ودخول الإقليمي كمعطى على المستوى المحلي والوطني، وتفرقة البلاد على أساس هذه المحاور كذلك أثر تأثيرا بالغا كذلك في تصور القوى الوطنية للحالة المحلية وكذلك للحالة الإقليمية، لأنه بعض الثورات مثل الثورة السورية أثرت بشكل كبير جدا في علاقة مثلا الإسلاميين بالقوميين، هذه حقيقة اليوم، وأثرت بشكل وكانت استتباعاتها على كل المنطقة وخلاف ذلك، وبالتالي حصلت الكثير، جرى الكثير من الماء في الفترة السابقة يعني ترك. المسألة الثانية، لا شك أن هذه الأحزاب كذلك على ما قدمته للتجربة الديمقراطية عاشت حالة تحولات حقيقية في الفترات في داخلها في الفترة السابقة، وأثرت هذه التحولات بشكل كبير جدا على بنها التنظيمية، على قدرتها على التطور، على التجديد، واليوم وجدت نفسها أمام استحقاقات حقيقية لم تستطع هذه الأحزاب أن تجدد نفسها، إن أردت أن أكون واضحا، ولم تستطع أنها نجحت في معارضة نظام بن علي، ولكنها لم تنجح بالشكل الكافي في تأمين عملية الانتقال الديمقراطي، لأنها لم تكن تكتسب مشروع واضح للحكم ولإدارة مرحلة ما بعد الثورة. اليوم في تقديري أنه واجب الوطني، المسؤولية الوطنية تترتب أن هؤلاء يجتمعون على مشروع للإنقاذ، لا أقول المشروع للحكم لكن مشروع للإنقاذ، لأنه قيس سعيد لن يترك أحدا. قيس سعيد تخيل البعض أنه حربه كانت ضد حركة النهضة وضد الإسلاميين وضد التيار معين في البلاد، تبين بعد ذلك وكل الانقلابات وهذه تتكرر الصورة وهذا المشهد كل مرة في مصر في سوريا في غيرها من البلدان العربية والإسلامية، أنه الجميع مستهدف، الديمقراطية هي المستهدفة، أي طرف وطني سيرفع الصوت ضد استحواذ قيس سعيد على سلطته سيكون من ضمن الذين يفرهمهم هذا النظام. والاتحاد العام التونسي للشغل بقدر ما خاتل، بقدر ما أراد أن يشارك قيس سعيد في انقلابه، ولكن عندما تجرأ في لحظة واحدة أن يغادر مربع الحوار الوطني الذي دعا له قيس سعيد، تعرض إلى كل ما تعرض إليه منذ تلك اللحظة اليوم. وفي تقديري أنه بعد الاستفتاء سيكون هناك أهم أحد المستهدفين هو الاتحاد العام التونسي للشغل، بالتالي اليوم المسؤولية الوطنية هو أن يجتمع هؤلاء على مشروع للإنقاذ، لأنه للأسف إذا لم يجتمعوا على هذا قد لا يجدون ما ينقذونه بعد فترة قليلة من الزمن. طيب يعني في توصيف الواقع التونسي اليوم، ما حصل في هذه السنة حسب العديد من المحللين والمتابعين، خاصة من درسوا الوضع خلينا نقول من زاوية أنثروبولوجية صح التعبير، لم تشهد تونس في تاريخ الحديث منذ الخمسينات يعني منذ الاستقلال تقريبا إلى الآن انقسام حاد عمودي وأفقي على مستوى النخبة وعلى مستوى شرائح المجتمع مثل ما شاهدته الآن، إذا استثنينا ممكن صراع البرغيبي اليوسفي في الخمسينات. الآن تونس تشهد انقسام حاد، والبعض كان يستغرب الحديث عن احتراب داخلي، الآن أصبح هذا يعني مستساغ في النقاش العام. للأسف نعم، هذا أخطر ما في هذه المرحلة بالفعل، هو أنه طبعا هو الاستثمار في الكراهية، هو الاستثمار في الحقد، هو تغذية هذه الكراهية وهذا الحقد عند أوساط مجتمعية وشعبية. اليوم هناك وهناك استثمار في هذه الحالة بما يجعل هناك حالة من الشرخ المجتمعي الحاد اليوم في تونس، وبالتالي هذا بالفعل قد يدفع بالبلاد في مرحلة متقدمة إلى شيء من الاحتراب الأهلي. قيس سعيد يستثمر في هذا، قيس سعيد كل قاموسه الخطاب الاتصالي يقوم على هذا، على موضوع التخوين، على موضوع يعني انه الصلاح والفساد، على موضوع كل هذه المدونه يستدعيها في صراعه مع خصومه السياسيين، ويكرس لهذا ادوات اعلاميه. واضح انه هناك مكنه اعلاميه قويه خلف قيس سعيد اليوم، وسائل التواصل الاجتماعي واضح انها مدعومه من اطراف اقليميه ودوليه تستثمر في هذا، ونحن نعلم ان هناك مشاريع اقليميه في المنطقه تريد تقسيم بلداننا وتجزئة واستثمار في أي يعني قضية أو خلاف ممكن أن تضرب خاصة السلم المجتمعي، لأنه الدولة لا يمكن أن تصمد إلا إذا كان عندها سلم مجتمعي حقيقي حتى في فترات الاستبداد، وبالتالي ضرب السلم الاجتماعي هو المدخل لتفتيت هذه الدول. وواضح أن هناك أطراف من بينها الكيان ومن بينها بعض الأجندات الإقليمية حتى العربية للأسف تشتغل على هذا المعنى. يبدو أنه قيس سعيد
واحد منخرط ضمن هذا المعنى. وللأسف هذا المشهد يعني مثل ما يقولون كرة الثلج التي تكبر يوما بعد يوم. حالات التشفي في الخصوم السياسيين وطريقة يعني اعتقالهم وتمني الموت لهم وكل هذه اليوم صارت كأنها في حالة من التطبيع مع عند فئات ليست قليلة في المجتمع التونسي. هذا مشهد لم نكن نعلمه سابقا ولم نكن يعني على الأقل نعيشه سابقا. اليوم هذا معطى خطير وخطير جدا، ولا شك أنه هناك من يستثمر فيه هناك، والضرورة تستدعي أنه ننتبه حقيقة لهذا، ولا يجب أن نغذي هذا المعنى حتى لدى المعارضة التونسية، وبالتالي يجب أن نبقي الخلاف على المستوى السياسي، وأن ننأى بأي يعني أن يجرفنا أي طرف أن نقحم أنفسنا في مثل هذا النوع من الخطاب الذي قد يعني يقسم المجتمع التونسي تقسيما لا يمكن أن نبني بعده بالفعل دولة مستقرة وآمنة. أستاذ زياد، ذكرت الدولة العميقة في تونس، ودعنا يعني نعرض على الطاولة وأمام سادة المشاهدين يعني ما بعض التحليلات وبعض القراءات للمشهد التونسي من داخل تونس. هناك من يرى، والعديد من المحللين، بأن الدولة العميقة ليست مع قيس سعيد ولكن تتقاطع معه في غلق ملف قوس الثورة، في الذهاب إلى نظام سياسي يتماهى معها، ولكن بعد ذلك قيس سعيد وكأنه هو فاصل كما ذكر الأستاذ لامين بوعزيزي، سيتم بعد ذلك الاستغناء وتجاوز قيس سعيد والذهاب نحو خيارات أخرى طبعها سياسي مدني اجتماعي مختلف عما هو موجود عليه الآن. هل دقيق هذا التوصيف؟ أتقاطع معه وأختلف في بعض يعني الفضاءات. لا شك أنه قيس سعيد هو رقم وليس هو الذي يصنع المشهد بالمعنى الحقيقي. قيس سعيد تخفي غابة. نعم، قيس سعيد بالنهاية لا يمتلك خبرة سياسية واسعة، لا يمتلك تيار أو تنظيم كبير جدا في البلاد. ممكن هو بصدد صناعة هذا، ولكن في تقديري حجم يرتكبه الرجل من أخطاء لا تمكنه من أن يذهب بعيدا، وبالتالي هو مرحلة في تقديري في مشروع غلق قوس الثورة. هو مرحلة بين قوسين التدمير حتى يسهل بعد ذلك البناء، لأن هناك منظومة تشتغل على أنه تعاقب التونسيين على أنهم فكروا يوما على أن يذهبوا إلى النظام الديمقراطي، وأنه تريد أن تيأسهم في هذا الخيار بالكامل، وأنه كل ما ترتب على هذا الخيار لا يمكن أن يأتي إلا بالبلاء. وبالتالي هي وكذلك هناك محاولة لضرب كل ما هو انخراط في العمل السياسي وتسفيل السياسيين وتسفيل العملية السياسية من خلال كل هذه حملات الشيطنة حول العملية السياسية، وقيس سعيد هو من يقوم بهذا الدور. واضح أنه الأطراف التي هي خلف قيس سعيد، أنا مقتنع تماما أنه قيس سعيد لا يحظى بدعم مباشر بقدر ما هو مرحلة انتقالية في تصور في إعادة بين قوسين هذه قوة، يعني القوة التي لديها مصالح لسلطتها في هذه الدولة. لكن المشكلة أنه هذه يعني مراكز القوة والنفوذ تعرضت كذلك إلى شيء من الصعوبات والتفكك في المرحلة السابقة، لأن الثورة فعلت فعلها والعملية الانتقال الديمقراطي فعلت فعلها، والنظام القديم الذي كان يحكم البلاد لم يعد على نفس القوة التي كان عليها، لأنه بين قوسين توزعت أطرافه على أكثر من حزب، تفككت مراكز القوة الأساسية فيه. اليوم هناك محاولة للتجميع، حتى بعض الأطراف الدولية على رأسها الفرنسيين الذين لهم النفوذ الأوسع في تونس اليوم يجدون صعوبة حقيقية في تجميع شتاتهم، لأنه جزء كبير جدا من مكونات الطبخة الفرنسية غير متناسقة وغير منسجمة في تناولها لبعض القضايا. هناك منها من يدعم قيس سعيد ويعتبره فرصة لأنه دائما ذهنه في الإجهاز على الإسلاميين، وهناك من يعتبر أنه قيس سعيد لا يمكن أن يكون بأي شكل من أشكال فرصة وأنه قد يثبت حكمه وقد يأتي الدور علينا. وبالتالي هناك حالة من السيولة الكبيرة جدا في المشهد التونسي. هناك كذلك في تقديري عنوان صراع كبير في تونس وصراع نفوذ بين الأمريكان وبين الفرنسيين الذين يتنافسون على المنطقة بشكل عام، ولكن يتنافسون كذلك على الحالة التونسية. في هذه النقطة، الصراع بين الأمريكان والفرنسيين في تونس وليس على الهدف ولكن على الطريقة. طبعا هو بالنهاية في الكل يريد إغلاق القوس، ولكن صحيح الكل يريد إغلاق القوس، ولكن كيف؟ تونس كذلك مرتبطة بواقع إقليمي. تونس لها دور ممكن أن يكون في ليبيا، لها علاقة بالجزائر، وبالتالي تونس مستهدف ليس في ذاتها فقط. فلسفة هناك الجميع يعلم أنه الأجندة الفرنسية والأجندة الأمريكية في ليبيا خاصة ما بعد ترامب مع قدوم بايدن صار فيها تباينات، خاصة أنه
فترة بايدن يعني تأتي من أجل الصراع مباشر مع الروس انطلق في أوكرانيا ولكن في أكثر من منطقة في العالم ومن بينها ليبيا، وليبيا الروس والفرنسيين فيها أقرب إلى بعضهم البعض منهم للأمريكان، وبالتالي هناك مشهد الحقيقة معقد وهناك صراع نفوذ يعني كبير جدا في تونس اليوم، ولكن خلاصته نعم هو إغلاق قوس ثورة، هو المحافظة على مصالح هذه القوى الدولية. قد نصل إلى مرحلة من المراحل للأسف نحن يعني مستعين نقول هذا أنه يحصل توافق فرنسي أمريكي على طريقة إدارة مرحلة ما بعد قيس سعيد واستمرار قيس سعيد، واضح أنه هناك لا يوجد اتفاق إلى حد الآن دولي على كيفية إدارة الشأن التونسي، جزء منه مرتبط كذلك حتى بالأوضاع الدولية والإقليمية، ولذلك المقاربة الدولية في تونس اليوم تذهب نحو المحافظة على الاستقرار بالمعادلة الحالية إلى حين يعني الالتفات بشكل كافي لإعادة تشكيل مشهد جديد في تونس في المرحلة القادمة. طيب أنا أختم معك بسؤال يعني مستغرب في سياقي ولكن هذا واقع الحال، ماذا بعد 25 هو فما 26 يوليو وتكون محاكمة للإعلامي صالح عطية مثلا هذا ما بعد 25 لكن على المستوى العام ماذا بعد 25 يوليو؟ أتوقع أنه سيمر الاستفتاء بقوة. أنا بتوقع سيمر الاستفتاء وأتوقع حتى حملة التزوير يعني اليوم كل المؤشرات في الأرقام أساسا وبالتالي قيس يعني السعيد يعني يبدو من سيذهب للتصويت سيصوت بنعم يعني هو واضح أنه هناك حملة مقاطعة كبيرة الأحزاب الكبرى يعني دعت إلى المقاطعة يعني. تعرفون جيدا أنه إحنا في فترة صيف التونسيين غير مبالين فضلا لا يعنيهم الصراع السياسي المباشر، ما يعنيهم هو قوتهم ومعاشهم. ما بعد 25 أنا في تقدير قيس سعيد ضمن الاستراتيجية التي ذكرناها المنظومة العميقة هي مزيل الإغال في تدمير الحياة السياسية من أجل الترتيب لمرحلة ما بعد قيس سعيد والعودة للنظام الرئاسوي الكامل، والذي يفترض أن هناك منظومات حزبية متحكمة فيها ومنخرطة في نظام تحدده هذه المنظومة. أتوقع أنه كذلك قيس سعيد أو فترة ما بعد محتاج إلى شيء من الاستقرار لشيء من الإنجازات الاقتصادية، وبالتالي هو في تقدير ممكن يحرص على أنه يعني يعالج وضعه. هناك حديث على أنه ممكن قيس سعيد وهذا نتركه للأحداث قد يستثمر ديناميكية ما بعد الاستفتاء للدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وهذا وارد من أجل أن يثبت يعني يفاجئ الجميع ويستثمر في هذه الديناميكية من أجل أنه يحقق لنفسه كأنه اليوم 5 سنوات إضافية من أجل تثبيت عرى مشروعه الذي يحلم به والذي يمكن أن يكون أحد أدوات يعني التي تشتغل بها المنظومة كذلك المرحلة القادمة، وهذا قد يفاجئنا جميعا في الأيام القادمة. على كل في متابعة نحن من التطورات المتسارعة في تونس ومستجدات يعني مختلفة وأيضا تذهب في اتجاهات متعددة. أشكرك أستاذ زياد أبو مخلى الكاتب والمحلل السياسي، شكر للزملاء في الأعداد والتنفيذ، لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، حتى نلتقيكم في أمان الله.